يبدو أن عالم السفن الغارقة لم يبح بعد بكل أسراره، فقد اكتشف فريق علماء آثار حطام سفن تعود للقرنين 18 و19 بالقرب من سواحل المكسيك. اكتشف فريق من علماء الآثار بقايا تابعة لسفينة حربية هولندية من القرن 18 وسفينة بريطانية من القرن 19، فضلا عن منارة قديمة في 3 مواقع منفصلة على قاع البحر قبالة ساحل مدينة سيزال الساحلية الصغيرة في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية. عثر الغواصون على 12 مدفعا على بعد 40 كيلومترا شمال غرب سيزال، وقد سجل الغواصون الاكتشافات برسومات والصور والفيديو. وقال علماء الآثار إن المدافع التي تزن 300 طن تشبه المدفعية التي كانت تستخدمها السفن الحربية الهولندية والتي أبحرت إلى جزر الهند الغربية في القرن 19. الحطام الثاني هو باخرة بريطانية وجدت على بعد 2 كيلومترين شمال سيزال في موقع يسمى أداليو تكريما لجد الصياد المحلي الذي قاد علماء الآثار إلى موقعها. كما عثر علماء الآثار على منارة قديمة على بعد 3 كيلومترات من سيزال يعتقد أنه قد تم تشييدها على الساحل خلال حكم الرئيس المكسيكي دياز، وأنها سقطت خلال عاصفة استوائية.